بسم الله. ممكن لو احنا عايزين نرسم اي شكل من الاشكال عن طريق الاختيارات الموجودة هنا، المكتبة الموجودة. يعني مثلا لو احنا عايزين نرسم سفير، اروح اختار السفير، بيديني بيقول انت عايز عن طريق اي طريقة. اقول له انا عايز السنتر بوينت راديوس، تمام، بيحط لي ديت. لازم اديله سنتر بوينت واديله الراديوس بتاعي. الراديوس امر بسيط، اقول له انا عايز نمبر نمبر، اديله اي نمبر. تجي اديله سنتر بوينت، اقول له انا عايز بوينت باي كوردريشن. اذا انا اديته النقطة، محتاج ان انا اديله اترسمت على طول، بس انا محتاج ان انا اديله النمبر بتاعت الاكس والواي، اساس ان انا لو عايز احركهم، مثلا عايز اخلي دي مثلا 20، حرك معايا عايز اخليها 23. المقاس بتاع الراديوس ممكن اخليه مثلا 5، تمام. واقدر اتحكم في زوم، ان زوم ده يبقى الاشكال المرسومة 3D ولا للخريطة اللي احنا عاملينها ديت بالشكل دوت اهو. طيب خلينا نرسم حاجة تانية، نرجع خالص. اقول له مثلا عايز ارسم سلندر، هيقول لي عايز عن اي طريقه. ممكن اقول له الريدي ساي، او ان انا احدد له نقطه. خليني اقول له الريدي ساي او ديت، محتاج ان انا ادي له نقطه ستارت بوينت، تمام. فهقول له خد ديت جاهزه، وخد نقطه كمان. بس النقطة التانية دي بقى هحط لها نمبر، الاكس والواي ما فيش عندي مشكلة، بس الزد خليها في 50، تمام. والراديوس برضو هديها نمبر، خليه مثلا 5 عشان تبقى معايا. واقفل الخريطة اللي احنا رسمناها، واخش في ال 3D، الاقي ده هو الشكل بتاع الرسم اول، تمام. اه الاتنين يعتبر داخلوا في بعض، ليه؟ لان النقطة بتاعتهم واحدة، تمام. فممكن اغير في ال اعمل واحدة تانية للنمبر، تمام. اقدر اتحكم بقى فيها، اخلي دي مثلا الاكس واي تحت مثلا. تعال شوف بقت فين دلوقتي، اقول له مثلا خلي دي بدل 23 خليها 25 اهيت، 25 دي خليها 30، تمام. الفكرة كلها ان انا لما قلت له ارسم السلندر، تمام، هو محتاج ان انا اديله ستارت بوينت ويند بوينت وريديس. فبديله الستارت بوينت، اه الستارت بوينت اللي فوق ديت ممكن نغيرها اهيت، تمام. ممكن اقول له الستارت بوينت، ممكن اخلي دي الستارت بوينت تحت مثلا 50، وخلي ده كمان 50، تمام. فسهل ان انت تتحكم في اي شكل عايز ترسمه. هتلاقي هنا اشكال كتيره، لو عايز ترسم كيرف، لو عايز ترسم بلان، لو عايز ترسم بوليجن، اي شكل عايز ترسمه بتختار عايز ترسمه بأي طريقه مترو ديت، وتبدا تشوف ايه المعلومات اللي انت محتاج تديها له، وتبدا تدي له المعلومات. هتلاقي الموضوع سلس، يعني مفيهوش مشاكل ان شاء الله.